فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل في شهرها الثاني، وقرر الأطباء الثقات فساد هذا الحمل وأنه لا بد من إنزاله، فهل على هذه المرأة أن تترك الصلاة والصيام إذا أنزل هذا الجنين، أم تتطهر وتصلي وتصوم ولا يعد نفاسا؟ الجنين لا ينزل إلا بفتوى، لا ينزل قول الطبيب فقط، لازم يجاب تقرير الأطباء الدار الإفتاء وينظرون فيه، يصدرون فتوى بإسقاطها وعدم إسقاطها. نعم.